قبل قليل انتهت اللجنة العليا للانتخابات من وضع الجدول النهائي للانتخابات البرلمانية يوم الثلاث 1 سبتمبر لمدة 12 يوم. هيكون في فتح باب الترشح للانتخابات. المرحلة الأولى من الانتخابات هتكون يوم السبت والحد 17 و18 أكتوبر 2015، وخارج مصر هيكون 18 و19 أكتوبر، آسف، 17 و18 أكتوبر ده خارج مصر، و18 و19 أكتوبر داخل مصر. في الحالات اللي تقضي إعادة الانتخابات هتكون الإعادة يوم 26 و27 خارج مصر أكتوبر، ويوم 27 28 أكتوبر داخل مصر. المرحلة الثانية للانتخابات هتجري خارج مصر يوم 21 و22 نوفمبر، وخارج ده خارج مصر، و22 و23 نوفمبر داخل مصر. وفي الإعادة يكون 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر خارج مصر، وداخل مصر إلى 1 و2 ديسمبر. قبل نهاية السنة كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي المفروض أن يجتمع مجلس النواب، هتكون الجلسة الأولى لمجلس النواب، لكن لا يزال يمكن القول حاجتين. الحاجة الأولانية أن هذا المجلس لا يزال على ما يبدو مهدد بأن القوانين يعني تحل بعدم الدستورية، لا تزال هناك طعون بعدم دستورية القوانين، قوانين الدوائر وبعض القوانين الأخرى. فهل يعني ستحكم محكمة الدستورية مرة أخرى بعدم دستورية هذه القوانين ونرجع تاني نعيد الكلام على الانتخابات؟ الحاجة الثانية أنه أوراق المرشحين السابقين في المرحلة السابقة سيجري قبولها. دي الانتخابات اللي جاية واللي هتكون حديث الناس وحديث القنوات والإعلام من هنا لغاية آخر السنة. التحالفات وعمليات التمويل وعمليات الدعاية وعمليات الطعن، وهنشوف أعتقد إن احنا هنشوف مسرحيات، قليل منها هيكون جاد وكثير منها هيكون يعني هزلي أو كوميدي.